25 لحظة مضحكة وحماسية في كرة القدم. كرة القدم تحتوي على الكثير من العجائب والأمور الغريبة، لماذا نتعجب؟ وهي الساحرة المستديرة. لذلك اليوم جمعنا لكم 25 لحظة مضحكة للغاية حدثت داخل المستطيل الأخضر، ابقوا معنا لمشاهدتها. ولكن أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي شيء ننشره. 25. سقط اللاعب فجأة ومن دون أن يلمسه أحد، لا أعلم هل تعثر في نملة أم في حظه السيء. 24. كرة ماكرة للغاية خدعت حارس المرمى وسجلت هدفا من وراء ظهره. 23. طغت طبيعتها الأنثوية عليها ووقفت ترقص بعد تسديدها للهدف، أو ربما نسيت أنها في الملعب. 22. لا تحزن على عدم تسديد الهدف، فهذه هي طبيعة كرة القدم. 21. مسكينة تلك السيدة، أعتقد أنها لن تذهب لمباريات كرة القدم مرة أخرى. 20. أنا لم أرى في حياتي هدفا أسهل من هذا الهدف، محظوظ يا صديقي. 19. أعتقد أن حارس المرمى هذا ممثل موهوب للغاية، ربما نراه قريبا في أحد الأعمال الفنية. 18. هل ترى يا صديقي هذه هي النتيجة الحتمية للمزاح أثناء العمل الجاد؟ 17. أنا لم أتوقع أبدا أن أرى مشهدا مثل هذا في أحد المباريات، من المؤكد أنه تم طرد اللاعب بسببها. 16. ذكرني هذا اللاعب بالطفل الصغير الذي يبكي ويتألم لأن أخيه لمسه بإصبعه. 15. انتبه لخطواتك يا صغيرة، فقد تسجلها عدسة الكاميرا ويراها العالم بأكمله. 14. سيطر على نفسك يا صديقي، لا تجعل الحماس يأخذك لأبعد من حدود الملعب. 13. لماذا تحرج نفسك؟ لا تستطيع عمل حركة بهلوانية، فلا تجازف وتفعلها، وبالتالي نضعك نحن في قائمة اللقطات المضحكة. 12. أنا لا أعلم ما الذي جعله يقوم بأداء هذه الرقصة، ولكن يبدو أنه كان مستمتعا بوقته. 11. لاعب عنيف، أسقط الرجل والمعدات. 10. لا أعلم سبب وجود هذا الكلب في الملعب، ولكن ربما كان الفريق يلعب بعشرة لاعبين وكلب. 9. هل يوجد مشجعون يتميزون بخفة الظل مثل هؤلاء الرجال؟ يحاكون حركات حارس المرمى بكل خفة دم. 8. أنا لا أعرف ما الذي يفعل هذا اللاعب، ولا يبدو أي شخص آخر في الملعب يعلم سبب نثره للمسحوق الأبيض على الأرض. 7. يا إلهي، هل تتخيل أن تخرج هذه الكرة ولا تسجل هدفا؟ حظك عاثر يا صديقي. 6. أعتقد أنني كنت مخطئا، فها هو يوجد مجموعة أخرى من المشجعين خفيف الظل. 5. انتبه، أين تقف أيها الحكم؟ فربما ترتطم بكرة خلفية تسقطك أرضا. 4. يا ترى ما الذي فعله هذا اللاعب ليغضب الكلب ويجعله يرغب في عضه؟ 3. هل أنتم أطفالا صغارا لتفعلوا ذلك في بعضكم؟ أين الروح الرياضية؟ 2. لا أعلم ما الذي يفعله هذا الرجل، ولكن يبدو أن هذه هي طريقته في الاحتفال بالهدف. 1. وأخيرا، يبدو أن قميص هذا اللاعب هام للغاية بالنسبة له، وليسقط من أجله الجمهور من على المدرجات للحصول عليه. حسنا يا أصدقائي، أي موقف أدهشكم في هذا الفيديو؟ أخبرونا بذلك في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.